لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الإنسان إذا أراد أن يصل إلى النتائج الكبيرة يحتاج إلى مقدمات شاقة وطويلة وكثيرة. لنفرض أن طالبا يريد أن يحصل على أعلى شهادة علمية، هذا الطالب بحاجة إلى أن يدرس سنوات طويلة ويسهر في المطالعة ويرهق نفسه ويقلل من رغباته، يحب أن يشاهد التلفاز، يحب أن يلعب كرة القدم، يحب أن يسافر، يحب أن يتنزه. كل هذه الرغبات لازم يقلل منها ويصرف وقته في الدراسة. بعض الأحيان يحتاج إلى تغرب، سفر إلى الغربة سنوات طوال، عسى ولعل يحصل على شهادة، لأن النتيجة نتيجة كبيرة تحتاج إلى مقدمات صعبة وطويلة. وكلما كانت النتائج أكبر وأهم كانت المقدمات أصعب. نحن نريد أهم النتائج، وهي كسب رضا الله سبحانه وتعالى والجنة. ماكو شيء فوق رضا الله والجنة من نتائج، كل النتائج الأخرى هي نتائج وقتية. بالنسبة إلى هذه النتيجة الكبيرة العظيمة التي لا تنتهي هم فيها خالدون، هذه النتيجة العظيمة بحاجة إلى مقدمات، هي من أصعب المقدمات. والله سبحانه وتعالى بنى العالم وبنى الكون على هذا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء، البأساء في النفس والضراء في البدن وفي المال، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. أنت تريد تدخل الجنة بدون عمل؟ تريد أن تدخل الجنة اللي هي أكبر النتائج وأعظمها من دون عمل، من دون مشاكل؟ أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل.
الله عز وجل في آية يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. الجنة لا تنال بالأماني بطول الأمل، الجنة تنال بالعمل، وهذا العمل لأن النتيجة كبيرة العمل هم يكون صعب. لذا في الحديث الشريف حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. لماذا حفت الجنة بالمكاره؟ لأجل هاي القضية، هذا الأمر العظيم يحتاج إلى مقدمات عظيمة. ولذلك كان الصبر من أهم مفردات ومقدمات التقدم والتطور ونيل الجنة بالنتيجة. ماكو واحد وصل إلى نتيجة كبيرة بدون الصبر. لماذا؟ لأنه الصبر طريق للتغلب على المشاكل. احنا بعض الأحيان نتصور أن الصبر هو الخنوع، أن الصبر هو الاستسلام، أن الصبر هو اليأس. كلا، الأنبياء هم أصبروا الصابرين، الأولياء هم أصبروا الصابرين، ولم يكونوا خانعين، ولم يكونوا مستسلمين، ولم يكونوا كسلانين، بل كانوا يثابرون إلى نهاية الدرجة. وفي الحديث الشريف الصبر على شعب ثلاث، عندك صبر على الطاعات، طاعة الله سبحانه وتعالى صعبة لأنه غالبا تعارض هوى النفس، وهوى النفس هم الأعوان من شياطين الإنس والجن. فالإنسان يصبر على الطاعة. يعني شنو يصبر على الطاعة؟ يعني في كل المشاكل وكل الأزمات الإنسان يبقى على الطريق الصحيح، يؤدي التكليف الذي في رقبته وفي ذمته، ولا يقول في يوم من الأيام أنه أنا أديت ما علي. كلا، الإنسان إلى أخير حياته لم يؤدي ما عليه. الله سبحانه وتعالى أنعم على الإنسان بنعم كثيرة، بحيث أن الإنسان إذا في كل عمره أطاع الله سبحانه وتعالى لم يؤدي حق نعمة واحدة من هذه النعم. فماكو في يوم من الأيام واحد يقول أنا أديت الواجب، ماكو أمام الله سبحانه وتعالى. يمكن في القضايا الاجتماعية تقول أنا أديت الواجب، زين هذا كان عنده فاتحة، أنا اشتركت في الفاتحة، اشتركت في التشيع، فعلت كذا وكذا وكذا، أديت الواجب الشرعي أو الاجتماعي. لكن أمام الله سبحانه وتعالى واحد يقول أديت الواجب، ماكو. إذا أديت واجب أكو واجب آخر أمامك، إذا أديت الواجب الأقل فأمامك الواجب الأكبر. هذا الصبر على الطاعة يعني شنو؟ يعني عندما الله سبحانه وتعالى يأمرك بالعمل، بالجهد، بالمثابرة، بجهاد النفس، بعض الأحيان بجهاد الكلمة، بعض الأحيان بالجهاد العسكري مثلا، حينما يأمرك الله سبحانه وتعالى بذلك لازم تطيع الله سبحانه وتعالى. مو أنه تقول لا أنا بعد أديت الواجب قبل 20 سنة، قمت بواجب خلص، بعد هذا التكليف انتهى علي. لا، ما انتهى عليك، إلى اللحظة الأخيرة تكاليف موجودة. والقسم الآخر الصبر عن المعصية، لأن الإنسان حينما يريد يكون على الطريق المستقيم شياطين الإنس والجن ما يخلوه، ودائما يضغطون على الإنسان، مرة ضغط اجتماعي، مرة ضغط سياسي، مرة ضغط عسكري، مختلف الضغوطات أكو.
الإنسان الذي يريد أن يكون على الجادة المستقيمة يواجه بضغوط، وبعض الأحيان هذه الضغوط هائلة جدا. فلذلك لازم يصمد أمام هذه الضغوط، لأن الاستجابة لهذه الضغوط غالبا، ما نقول دائما، غالبا فيه معصية الله سبحانه وتعالى. فلازم الإنسان يصبر عن المعصية. احنا نتصور ان الصبر عن المعصية انه اذا واحد مثلا رأى منظرا محرما يغض نظره عنه، مثلا اذا رأى مالا حراما يمسك بيده عنه. طبعا هذا صورة من صور الصبر عن المعصية، مع ان النفس تدعو الإنسان، لكن الإنسان يخالف هواه ويخالف نفسه استجابة لأوامر الله ونواهيه سبحانه وتعالى. هذا جزء من الصبر عن المعصية. الجزء الآخر أنه الإنسان يقاوم الضغوط التي تريد أن يتخلى عن وظيفة الشرعية. أبو ذر رضوان الله تعالى عليه كان يجهر بمعارضته لبعض أساليب عثمان في الاستئثار بالمال، لأنه عثمان جاب بني أمية وجميع تقريبا الولايات والإمارات أعطاها لبني أمية، وكذلك المال كان يوزع عليهم دون سائر الناس. طبعا هذا دأب الحكام إلى يومنا هذا، يستأثرون بالمال وبالسلطة. أبو ذر كان يعارض ذلك ويتلو الآيات القرآنية التي تندد بهذا الأسلوب. زين، عثمان حاول مع أبي ذر، من جملة المحاولات طبعا الذين كانوا يلتفون حول عثمان كان يغدق عليهم بالمال الوفير والكثير. ذول إلى أمس كانوا مع أبي ذر في صف واحد، الآن هو المسكين باقي فقير، بحيث أنه في الربذة مات من الجوع. وأولئك بعض منهم حينما مات قسموا الذهب الذي كان يمتلكه بين الورثة بالفؤوس، يعني شوف إيش قد الذهب كان عنده بحيث أنه احتاج إلى تقسيمه بالفؤوس. زين، ففي يوم من الأيام عثمان صر فيها دنانير ذهبية أعطاها بيد عبد من عبيده وقال له اذهب بهذا المال إلى أبي ذر، فإن قبل المال فأنت حر. فجاء العبد إلى أبي ذر بالصرة، يعني الكيس اللي بيه الفلوس، فطلب من أبي ذر أن يقبل المال، أبو ذر رفض. فهذا العبد قال لأبي ذر إن في ذلك عتقي، يعني إذا أنت قبلت هذا المال أنا أعتق أصير حر، فأنت تشارك في ثواب تحريري من العبودية، لأن تحرير العبد في الإسلام فيه ثواب عظيم جدا. حتى أكو في حديث أن الإنسان لا يتمكن من أن يؤدي حق أباه، حق أبيه، يعني أنت تريد تؤدي حق أبوك تقدر تؤدي؟ ما تقدر، وإن فعلت ما فعلت سواء كان والدك حي أو ميت، أي شيء تعمل من خيرات ومن مبرات إذا كان والدك ميت، وإذا كان حي من إطاعة وترضية، ما تقدر تؤدي حق أبوك إلا شيء واحد، إذا فعلته تقدر تؤدي حق أبوك. شنو ذلك الشيء؟ إذا كان الأب عبداً فالابن اشترى أبوه واعتقه، يقول فقد أدى حقه في الحديث الشريف. يعني إذا فد عبد عند ابن حر مثلا وهذا الابن اشترى أبوه، اشترى أباه، طبعا هو فورا يعتق لأن الابن لا يملك أباه،
فقد أدى حقه. العتق شيء عظيم جدا في الإسلام. على كل حال قال إن في ذلك عتقي. أبو ذر شنو جاوبه؟ قال وفي ذلك رقي. أنت تصير حر بس أنا أصير عبد، لأنه اللي يقبض فلوس من حاكم راح يصير عبد لذلك الحاكم. بعد باكر ما أقدر أعارضه في قضية خلاف الشرع، زين بعدين يطيب لي المال. بعض الأحيان الإنسان لا يرغب في شيء، لكن إذا مارسه ولو مرة واحدة يستسيغه. فد واحد كان من الفقهاء من العامة، فرادوا يسووا قاضي، شريك اسمه كان، فكان يرفض. فالمهدي العباسي هذا في يوم من الأيام قال إحنا الآن نعرف الطريقة شلون، فدعا على مأدبة الطعام وهذا استجاب. فقبل الطعام قال له أنه أنت أني أطلب منك أحد المطالب الثلاثة. قال زين شنو هي؟ قال تصير قاضي. قال ما أريد تصير قاضي، القضاء بمشاكل وبكذا، القاضي على شفير جهنم، إذا في قضية من القضايا حكم خلاف الحق يسقط في نار جهنم. قال زين عندي فلوس صرة أو بدرة تقبلها؟ قال هذا هم ما أريده، ما أحتاج. قال زين الشيء الثالث أنه تتفضل تأكل الطعام معي. قال أما هذا فنعم. فكان آمر أنه يطبخون ما لذ وطاب من الأطعمة، وذاك الزمان مو مثل هالزمان، يعني هالزمان يمكن الأطعمة اللذيذة متوفرة لعامة الناس، لكن ذاك الزمان هالشكل ما كان. فعندما أكل الطعام استلذ، فبعد ما أنهى الطعام قال للمهدي العباسي الصرة هم أقبلها ما يخالف، وبعدين قال لهم أصير قاضي ما يخالف. يعني بعض الأحيان الإنسان عندما يعرض نفسه لشيء نفسه تستطيب ذلك الشيء فيقع في الفخ. ليش في الحديث الشريف يقول أخوك دينك فاحتط لدينك، أو في حديث آخر من حام حول الحما أوشك أن يقع فيه. الإنسان دائما لازم يجعل بين نفسه وبين المحرمات حواجز حتى أصلا لا يستطيبها، لأنه إذا استطابها النفس تسحبه لا سمح الله. من حام حول الحما سابقا حينما مثل الآن ما كانت حدائق للحيوانات، فإذا كانوا يصيدون حيوان كاسر يحفرون حفيرة تسمى بالزريبة، ويضعون ذلك الحيوان المفترس في تلك الزريبة، والناس يجون من فوق ينظرون إلى هذا الحيوان بدون وجود حواجز أو كذا. وبعض الأحيان هم يصير تدافع أو يصير انزلاق، واحد يوقع في هذه الزريبة فيفترسه الحيوان. عندنا حديث أنه في زمان أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هم صارت قضية من هذه القضايا، أنه واحد زلت قدمه فسقط في الزريبة، فهو وديوغع تعلق بشخص ثاني، والشخص الثاني هم انسحب وياه، والشخص الثاني تعلق بشخص ثالث، والشخص الثالث تعلق بشخص رابع، فسقطوا جميعا في الزريبة فافترسهم الأسد اللي كان موجود في هذه الحفرة. وإجوا إلى أمير المؤمنين يسألوا عن الدية، لأنه الأول خب دم هدر لأنه وزل، أما الأول هو سبب لمقتل الثاني، لأن الأول هو الذي تمسك بالثاني وألقاه، فلازم يكون الدية للثاني على الأول، يعني على ورثة الأول، والثاني كذلك بالنسبة للثالث، والثالث كذلك بالنسبة للرابع. ومسألة مفصلة موجودة في الكتب الفقهية كيفية تقسيم الدية بين هؤلاء. على كل حال إذا واحد راح على الحافة يمكن في لحظة يسقط، لذا من حام حول الحما أوشك أن يقع فيه. لازم الإنسان دائما يجعل بين نفسه وبين المحرمات حواجز،
والإسلام فعل هكذا، دائما يجعل حواجز. حتى إذا نفرض فرضا من الإنسان حاجز من الحواجز سقط من أمامه، تكون حواجز أخرى موجودة. أما إذا ماكو حاجز، لعل النفس أو الهوى أو الشيطان يسوق الإنسان إلى الحرام. على كل حال، الشاهد أن الإنسان لازم في أعماله يكون عنده الصبر عن المعصية، يخلي حواجز بينه وبين تلك المعصية، الضغوط الاجتماعية والسياسية وغيرها، بعض الأحيان ضغوط عائلية. زين، واحد ابنه يقول فلان وصل إلى الدرجة الكذائية، إحنا ليش ما وصلنا؟ هذا ضغط عائلي. أو زوجة تقول لزوجها، أو زوج يقول لزوجته فلان كذا ونحن لسنا كذلك. على كل حال، الصبر عن المعصية، يعني الإنسان في مسيرة وفي عمل يصبر عن جميع المعاصي، ومنها ما يكون سببها الضغوط الاجتماعية. والصبر عند المصيبة، لأن الإنسان لأجل أن يصل إلى الجنة يبتلى بمشاكل كثيرة، وهذه المشاكل هي مصائب في كثير من الأحيان. قد يكون في اعتقال، قد يكون في فصل من الوظيفة، قد يكون منع للسفر، قد يكون كذا، قد يكون كذا، هذه مشاكل. زين، ما دام أنت تريد الجنة وأنت تعلم أن هذا هو الطريق، مر الإنسان لا يرى أن هذا هو الطريق، ما يخالف، بس يرى أن هذا هو الطريق، لازم يتحمل على ذلك. فإذا فعل كذلك، الله سبحانه وتعالى يشوف هذا الإنسان إلى قابلية، فإذا إلى قابلية الله سبحانه وتعالى ينصره في هذه الدنيا، بس مو من اللحظة الأولى. الرسول صلى الله عليه وآله محمد هو خير خلق الله، ماكو أفضل واحد من الرسول صلى الله عليه وآله، ومع ذلك في مكة نرى كيف وجه هو والمسلمون بالمشاكل الجمة. أولا، محاربة اجتماعية، الشخص الوجيه في المجتمع بين عشية وضحاها يأتون ويقولون مجنون، ساحر، كاهن. زين، هذا جدا صعب. الإنسان إذا ما مبتلي بهاي المشكلة ما يدرك مدى صعوبتها. إذا وجيه في المجتمع وفي كلمة حق، هسه مو كلمة باطل، في كلمة حق، المجتمع يثور ضده ويتهمه بأسوأ التهم، جدا صعب هذا. بعد ذلك محاربة اقتصادية في شعب أبي طالب، 3 سنوات، مو يوم يومين 3 أيام، لا، 3 سنوات منعوا أن يبايعهم أهل مكة، يبيعوهم حتى الطعام، حصار اقتصادي، بحيث أنه كان أطفال المسلمين من في الليالي يبكون من الجوع، طبعا مو فقط في الليالي، حتى في النهار هم يبكون، بس في النهار لأن الناس مستيقظين، أكو ضوضاء كذا، أصوات البكاء ما كانت تصل إلى أهل مكة، لكن في الليل عندما تهدأ الأنفاس وماكو صوت، أقل صوت ينتشر في المكان. فالليالي كانوا يبكون من الجوع، بحيث أن أهل مكة تأذوا من بكاء الأطفال، وهذا كان من سبب رفع الحصار. بعدين قلق وخوف في هذه الفترة اللي في شعب أبي طالب. شعب أبو طالب مو قلعة، كان شعب أبي طالب الآن مكانه وين المسعى؟
أكو شعب يسمى شعب غزة أتصور بين المسعى وشعب غزة. الآن طبعا ماكو أثر من شعب أبي طالب، يعني أنت عندما تخرج من الساحة اللي أمام المسعى شعب أبي طالب كان في هذه الساحة، خمو قلعة يعني من طرفين الشعب مفتوح، أي واحد يقدر يدخل في الشعب، وكانوا يخافون أنه في الليل واحد يجي يغتال الرسول صلى الله عليه وآله. لذلك أبو طالب سلام الله عليه كان في الليل دائما يغير مكان نوم الرسول صلى الله عليه وآله، يعني الرسول كان ينام في الليل وأبو طالب مستيقظ دفاعا عن الرسول صلى الله عليه وآله كل ساعة، هسه حسب تعبيري كل ساعة، لأنه في الرواية ما معين أنه بالليل كم مرة، نفرض كل ساعة يوقظ الرسول صلى الله عليه وآله ويغير مكان منامه، حتى لا يكون أنه واحد كان مثلا من المشركين مستطلع خاصة في الليالي المقمرة مشخص أن هذا المكان الرسول ينام فيه فيجي يغتاله فيغير مكانه باستمرار حتى لا يتبين. زين فد واحد شوف أنه دائما هو وجماعته في خوف من الاغتيال، زين الرسول صلى الله عليه وآله، لأن النتيجة اللي كان يريدها الله سبحانه وتعالى من بعث الرسول صلى الله عليه وآله نتيجة كبيرة جدا، والله بنى الدنيا على أن النتائج الكبيرة حتى لرسله لا تحصل إلا بالمقدمات الصعبة. زين شعب أبي طالب انتهى ومات أبو طالب سلام الله عليه وماتت خديجة، الآن حامل الرسول هم بعد مات وهو أبو طالب، فهنا المشركين فكروا في اغتيال الرسول صلى الله عليه وآله مباشرة بطريقة الطريقة المعروفة، فالرسول هاجر من مكة، المسلمون هاجروا إلى الحبشة. زين هسه وصل المدينة عفوا الرسول؟ لا، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، 74 غزوة وسرية في 10 سنوات، يعني المعدل كل سنة 8 حروب، سواء غزوة اللي الرسول مشترك فيها أو سرية اللي الرسول ما مشترك فيها، كل سنة المعدل 8 حروب. يعني معنى ذلك شنو هو؟ معنى ذلك أنه في قلق مستمر، حالة عسكرية مستمرة خوفا من هجوم الأعداء. إلى فتح مكة إنا فتحنا لك فتحا مبينا، بعد ذلك شوية الأمور استقرت وهدأت. على كل حال مقصود أن الرسول صلى الله عليه وآله في يوم من الأيام هو وخلص أصحابه ما استسلموا ولا تركوا العمل ولا تواكلوا. الإنسان لازم يتوكل على الله ولكن لازم لا يتواكل، أكو فرق بين التوكل وبين التواكل. التواكل معناه أن الإنسان لا يعمل، يقعد هنا يقول يا الله من السقف ألق لي أموالا، هذا تواكل. التوكل معناه أنه يروح يعمل يشتغل يقول يا الله اجعل في عملي البركة، لأنه بعض الأحيان الإنسان يشتغل ما يحصل شيء، يعمل لا يصل إلى نتيجة، يا رب اجعل في عملي البركة. فالتوكل معناه أنه يشتغل، لكن أكو أمور خارجة عن إرادة الإنسان، لأنه مو كل الأمور في اختيار الإنسان وفي إرادته. أنت مثلا صاحب محل تفتح المحل، عملت ما عليك، هيأت المواد اللي تريد تبيعها الناس يحتاجوها، فتحت المحل جلست في المحل، بس المشتري يجي إلى محلك، هذا خمو بيدك، لازم تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرزقك، يعني يوجه الناس إليك لكي يشتروا مثلا من بضاعتك. أما إذا واحد غلق المحل جلس في بيته يقول أنا متوكل على الله، هذا مو توكل على الله. فإذا عزمت فتوكل على الله، تعزم تعمل بعدين توكل على الله. فإذا نلخص الكلام ولا أريد أن أطيل عليكم، أن الإنسان عليه أن يعمل حسب ما يريد الله سبحانه وتعالى دائما، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين إلى اللحظة الأخيرة،
زين، وأنه لا يستجيب للضغوط إذا كانت تلك الضغوط فيها شبهة أنها الاستجابة إليها حرام. لا ضغوط اجتماعية ولا ضغوط سياسية ولا ضغوط مختلفة عائلية أسرية كذا، يكون على الطريق المستقيم. وإذا ابتلى بالمشاكل لا ينهار أمام هذه المشاكل، يفكر في كيفية تجاوز عقبة تلك المشاكل. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى عندما يرى أن هذا الإنسان له قابلية أو هذا المجتمع لهم قابلية، ينزل عليهم الناصر. أمير المؤمنين عليه السلام كما ذكرنا يقول في خطبة يصف حال المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول: فلما علم الله منا الصدق أنزل علينا الناصر، أو فلما علم الله منا الصبر أنزل علينا الناصر. البعض يتساءل، هذا بين قوسين أذكره، أنه الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لماذا هذه الغيبة طويلة؟ ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل في فرجه الشريف. لماذا؟ جواب أنه الغيبة طويلة، من الأسباب أن الإمام عندما يظهر هذه نعمة كبرى من الله سبحانه وتعالى على البشرية جمعاء. زين، لازم الناس يكونون لهم القابلية لهذه النعمة. هسه مو كل الناس الشيعة يكون لهم قابلية، مو كل الشيعة، قسم من الشيعة يكون قابلية لهم لهذه النعمة. أنت إذا شفت في الطفل صغير شلت له مليون دولار وعطيته بيدك، هاي حكمة؟ لا. خد قول أنا كريم، صحيح أنت كريم بس لازم تكون حكيم، لأن هذا الطفل ما له قابلية لأن تعطيه مليون دولار. هذا الطفل له قابلية أن تعطيه مثلا ريال واحد مثلا. خو إذا ظهور الإمام عليه السلام نعمة كبرى من أكبر النعم، بل أكبر النعم على البشرية جمعاء، لازم يكون قابل لهذه النعمة. لا أقل الشيعة يكونون قابلين لهذه النعمة، لا أقل قسم من الشيعة يكونون قابلين لهذه النعمة. والمشكلة أنه مع الأسف الأكثر ما لهم قابلية، أكو مجموعة قليلة جدا، بس هذا المقدار ما يكفي، لأن الأرض لا تخلو من هؤلاء. شلون نوجد القابلية؟ بالتقوى، بالعمل، بالصبر، بالمثابرة، بعدم الاستسلام. إذا أوجدنا هذه القابلية وضمن أمور أخرى، الله سبحانه وتعالى يشوف إيه ذولا لهم قابلية فينزل عليهم وعلينا الناصر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها